الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتاح العلم السؤال. اللي عايز يتعلم يتعلم إزاي؟ اللي عايز يتعلم يسأل، ولكن لما تسأل تسأل بأدب السؤال، أن تصغي للإجابة، أن تنصت، ألا تجادل في الإجابة لكي لا تحرم العلم. من أداب العلم أن تنصت وتستمع ولا يكون عندك جدل لكي لا تحرم العلم مع الصبر. يعني كل دي أداب لو أخذ بها العبد لتعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. كتير جدا يجي يسأل السؤال، يقول مثلا: يا عم الشيخ أنا عملت كذا 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 كذا، حلال ولا حرام؟ طيب أنت المفروض تسأل قبل ما تعمل الشيء، لكن مش بعد ما تعمل الشيء تسأل. السؤال مقدم الأول، قبل أن يفعل العبد الشيء يسأل، أو يفعل الأمر يسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا مثال بسيط جدا في القرآن الكريم، طبعا أمثال القرآن أفضل ما نستشهد بها. سيدنا موسى على نبينا عليه السلام كما تعلمون كليم الله. سيدنا موسى كان يخطب في بني إسرائيل خطبة بليغة، خطب خطبة بليغة ذرفت منها العيون. فبعد أن انتهى ذهب إليه رجل من بني إسرائيل وقال: أي نبي الله؟ بيسأله سؤال، يعني هل في الأرض أعلم منك؟ في حد أعلم منك؟ فقال سيدنا موسى: لا. فعاتبه الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يرد العلم إلى الله. الإنسان لما يسأل إن كان يعلم يتكلم، وإن كان لا يعلم لا عيب في أن يقول الله أعلم. دخل رجل على الشعبي، أو يقال لعز بن عبد السلام سلطان العلماء. المهم دخل الرجل وقال للشعبي، قال له سؤال، فقال الشعبي: الله أعلم. فنظر إليه الرجل وقال: ألا تستحي أن تقول الله أعلم؟ أنت مش مكسوف وأنت بتقول الله أعلم؟ يعني عالم ويقول الله أعلم؟ فرد عليه الشعبي ردا بليغا، قال: يا هذا، كيف أستحي مما لم تستحي منه ملائكة السماء عندما سألها ربها عن أسماء آدم؟ قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيدنا موسى لما قال للرجل لا، فلم يرد العلم إلى الله، فعاتبه الله جل وعلا. وإن كنت أنا أعذر سيدنا موسى، يعني أنا بعذر سيدنا موسى، هو النبي وهو الرسول، نبي ورسول وكليم الله، وهو الموجود في الأرض في هذا الوقت. وأي إنسان يسأل أي سؤال هيجاوبه سيدنا موسى. طب لو سيدنا موسى لا يعلم، لأن ليس كل العلم عند سيدنا موسى، طب لو كان لا يعلم إجابة السؤال أكيد سيتصل بالسماء ويأتي بالإجابة. ومع ذلك الله جل وعلا عاتبه، قال له إيه؟ قال له: لا، في أعلم منك. قال الله لموسى: هناك من هو أعلم منك. مين يا رب؟ عبد من عبادنا. وصف له مكانه، اداله علامة عشان يوصل بيها. لما ذهب إلى هناك وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا الخضر، سيدنا الخضر عنده علم لدني، لدني أي من لدن رب العزة. لذلك قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عشان كده بيسموه العلم اللدني. الشاهد أن سيدنا موسى على ما فيه من علم أراد الله جل وعلا أن يعطيه درسا بسيطا، اذهب إلى عبد من عبادنا وتعلم. شوف بقى لما سيدنا موسى يروح للعبد الصالح: جئت لأتعلم، لأن تعلمني مما علمت رشدا. وانظر أخي الحبيب للفظ الصبر في الآيات، كم مرة يذكر: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هو يرد عليه: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. ومع ذلك يوافق بشرط، شرط عليه كمان: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الشاهد الدرس اللي أنا عايز أقوله النهاردة في العلم، إني لما ركب السفينة فجاء عصفور وقف على حرف السفينة، عصفور جه وراح واقف على حرف السفينة، ثم نقر نقرة بمنقاره في الماء. أنا أسألك أنت، العصفور لما ينقر في المحيط، يقال أنه المحيط لأنه عند مجمع البحرين، وفيه خلاف بين أهل العلم، فإن كان المحيط ويأتي عصفور
وينقر بمنقاره في الماء. ماذا أخذ هذا العصفور من الماء؟ خد إيه؟ كأنك جبت إبرة كده وغمستها في المحيط وطلعتها، بص كده فيها خدت إيه؟ خدت إيه؟ مية من المحيط. فلما جاء العصفور ووقف على حرف السفينة ثم نقر نقرة في المحيط، أراد العبد الصالح أن يعطي الدرس لموسى على نبينا وعليه السلام، فقال يا موسى ما الذي أخذه هذا العصفور من الماء؟ فقال سيدنا موسى لا شيء. قال يا موسى إن لي علما علمنيه الله لا تعلمه، وإن لك علما علمكه الله لا أعلمه. يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق أجمعين في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الماء؟ علم، ومع ذلك قصة جميلة طبعا، تعلمنا منها الكثير والكثير، حتى قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر على الخطر لرأينا من أمرهما عجبا. فالعلم محتاج إصغاء، محتاج صبر لكي نتعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.